في ذكرى انقلاب 21 من سبتمبر، كيف انتقل شعار الحوثيين من إسقاط الجرعة إلى رفع الولاية؟ في كل هذا الخراب المحيط، هل أدرك الناس فداحة المشروع الإمامي؟ وكيف يمكن معالجته مستقبلاً؟ أهلاً بكم. قصة الانقلاب في اليمن لا تخلو من المأساة الساخرة أو الكوميديا السوداء وفق المرويات الفنية، فالذين لوحوا باسم الشعب والجرعة تحولوا إلى جلادين لهم، وشهد المواطنون في زمنهم جرعا لا تعد ولا تحصى. 21 من سبتمبر ملهاة ومأساة، فالذي تملق الشعب واستغل حاجته لم يدم قناعه طويلا حينما دكت عربة الديناميت ما تبقى لليمنيين من دولة، ويوميات اعتيادية تحولت إلى جحيم بالنسبة لشعب يأكل بعض مواطنيه في القرى النائية أوراق الشجر. هذه ذكرى أليمة في حياة اليمنيين أسمتها الصحافة بأيلول الأسود، وهو الشهر ذاته الذي ارتبط بالمشروع الجمهوري، وحاولت الميليشيا أن تجعله سبتمبرا مضادا كما هي إفرازاتها المضادة، دولة مضادة للدولة وهوية مضادة للهوية اليمنية، ومجهود حربي مضاد للاقتصاد، وسوق سوداء مضادة لاقتصاد السوق، وخطاب الولاية مضاد للخطاب السياسي الديمقراطي. إنها موجة مضادة لحياة اليمنيين دولة وشعبا، أرضا وإنسانا. في مثل هذه الليلة قبل 4 سنوات كان اليمن على موعد مع أسوأ كوابيسه التاريخية، انقلاب الإمامة واجتياح صنعاء من جديد. ليلة 21 من سبتمبر 2014 نام اليمنيون وأكفهم على قلوبهم، لم ينم سكان صنعاء، كانت أصوات الرصاص والمدافع تقلق ليل العاصمة. فيما كانت ميليشيا الحوثي تقف على تخوم عاصمة البلاد، أعلن وزير الدفاع حينها حيادية الجيش وأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، وسجل هذا الموقف كأكبر خيانة تعرضت لها الجمهورية في العصر الحديث. بضع عشرات من الشباب حاولوا حماية العاصمة لكنهم سحقوا بضربة واحدة، لم يكن بمقدورهم فعل شيء في مواجهة الميليشيا وجزء من الجيش التابع للمخلوع صالح، فاستبيحت أطراف صنعاء تأهبا للحدث الأكبر غداة اليوم التالي 21 من سبتمبر، يوم أن قطع آخر أوردة الدولة، الدولة التي سال دمها لاحقا في كل شبر من أرض البلاد وما زال يراق حتى اليوم. كانت الميليشيا قد رفعت شعار إسقاط الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أيد هذه المطالب قطاع من المواطنين المستائين من تردي الوضع الاقتصادي، وأيدتها نخب سياسية وثقافية نكاية بأطراف سياسية أخرى وتماهيا مع المشروع الإمامي. لم يكن إسقاط الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني سوى لافتة لمشروع إمامي تدميري تعرفه كتب تاريخ اليمن جيدا. اليوم وبعد 4 سنوات رأى جميع اليمنيين حقيقة هذا المشروع دون أقنعة، رغم أن السوء كان لا يخفي نفسه منذ البداية. دخلوا لنا اسم الجرعة، هي هذا الجرعة الذي شو سقطوا وما أدرينا الله، إعلان دستوري وإنقلاب، إعلان دستوري وإنقلاب، وإن الخبر غير الخبر، والآن بيمكنوا الولاية وآل البيت ويجي يغني معانا ويجي يصفق معانا. مقارنة لا تحتاج إلى جهد يجريها المواطن البسيط اليوم، أقمتم انقلابا من أجل 500 ريال والآن الدبة البترول ب9000. أصبح الناس يرون الحوثيين وفقا لهذه المعادلة الواضحة، ومن خلالها يتعرفون على بقية ملامح مشروعهم الإمامي الذي ينفذونه بكل حذافيره، نسخة طبق الأصل من كهنوت الإمامة وغبار التاريخ. يتحدث الحوثيون اليوم عن مشروع الولاية والاصطفاء وأحقية الحكم لآل البيت، بعد أن كانوا يتحدثون قبل 4 سنوات عن الجرعة، ويتحدثون عن خطورة الأقاليم بعد أن كانوا يصرخون قبل 4 سنوات بتطبيق مخرجات الحوار. فهل احتاج اليمنيون كل هذا الوقت والدمار كي يعرفوا حقيقة المشروع الحوثي؟ كان يوم 21 من سبتمبر صفعة في وجوه جميع اليمنيين، وحتى الأبد ستحمل صنعاء ذكرى هذا اليوم كخجل عميق وعار لا بد أن تغتسل منه. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر علي الفقي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ علي. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك. إذن ليلة اجتياح صنعاء أستاذ علي، ربما أغلبنا عاش تلك الأيام ويتذكرها لحظة بلحظة، لو عدنا لاستذكار ما الذي حدث في تلك الأيام، كيف صاع
سقطت الدولة أو ابتلعت بتلك السهولة؟ تحية لك وتحية للمشاهدين قناة بلقيس الكرام. وبهذه الذكرى الأليمة نحن نعيش أحداثها وتفاصيل تلك الليالي السوداء القاتمة التي عاشها جيل كامل من اليمنيين وسيظل يتذكرها ما عاش هذا الجيل وسينقلها للأجيال التي تليه. أعتقد أن ما حدث ليلة 21 من سبتمبر كان استكمال لمؤامرة كبيرة ضد اليمن وضد الجمهورية وضد النظام وضد الدولة، كان لها فصول عدة ولم تكن تلك الليالي السوداء سوى الفصل ما قبل الأخير في تلك المؤامرة التي ابتلعت فيها الميليشيا الدولة، بينما توزعت النخب وتوزعت مؤسسات الدولة والجيش والأمن بين متفرج ومشجع ومتشفي، وبينما كان غالبية اليمنيين يعيشون طعم المرارة في تلك اللحظة حين تلاشت دولتهم أمام أعينهم أمام جحافل مضت باتجاه العاصمة صنعاء وابتلعتها خلال ساعات بشكل يعني لم يكن كثيرون ممن يدركون ما وراء تلك المؤامرة يتوقعون أن تتم بتلك الصورة وبذلك الوقت القصير، لأن الناس كانوا ينتظرون حتى اللحظات الأخيرة أن تتحرك الدولة، أن يتحرك الجيش، أن تقول، أن تصرخ النخب بأعلى صوتها مستثيرة الشعب ومستثيرة مؤسسات الجيش التي كنا لا نزال نعول عليها أنها قادرة على حماية الدولة، بينما كانت في الأساس قادة في الجيش وقادة في الدولة للأسف الشديد يدركون تفاصيل تلك المؤامرة ويعيشونها لحظة بلحظة، منذ أن خرجت ميليشيات الحوثي من حدود مدينة صعدة وبدأت بالاتجاه نحو العاصمة صنعاء، واستغرق ذلك الأمر سنتين إلى 3 سنوات مضوا فيها بالتدريج، وظلوا يغطون على تلك التحركات الميليشياوية الخطيرة بشعارات متعددة، ويرفعون في كل محطة من تلك المحطات لافتة مختلفة، بعضها كانت الحديث عن إزاحة مجاميع من كان يسمونهم بالإرهابيين والمتطرفين في إشارة إلى سلفيين دماج، وبعدها مضوا باتجاه دك معاقل مراكز نفوذ قبيلة حاشد في خمر وفي ما حول مدينة خمر، واتجهوا نحو عمران ورفعوا شعارات ملافتات مشابهة من ضمنها القضاء على مراكز نفوذ عسكرية، وكان عنوانها في تلك الفترة المحافظ محمد حسن دماج وحميد القشيبي، بينما للأسف الشديد كانت تلك كلها حلقات صغيرة ضمن مسلسل مؤامرة كبيرة. يعني أتذكر أنا أستاذ علي يعني أن التحركات التي كانت في البداية في صعدة وفي يعني بداية مع دماج، كيف استطاع الحوثيون أن يعني يتحركوا عسكريا في جهة، وأيضا كان لهم وجه سياسي بالمشاركة في مؤتمر الحوار، وكأن يعني كأنهما شيئان منفصلان تماما؟ للأسف الشديد هم جاءت هذه الجماعة وتحركت في مشروعها في لحظة تعاني فيها الدولة اليمنية من ضعف، وتعاني فيها النخبة اليمنية من حالة تشتت وتمزق ربما لم يشهد له العصر الحديث للدولة اليمنية منذ قيام ثورة 26 سبتمبر إلى عام 2014 مثيل، كانت لحظة مختلفة كليا، وكانت النخب تائهة ومتفرقة ولا تدرك ماذا تريد، بينما كان المشروع الإمامي يدرك جيدا ماذا يريد، وكان مشروعه واضحا، وهو يتجه بخطوات وإيدة نحو العاصمة صنعاء، استغل ظرف إقليمي أيضا مساعد ومهيئ لتلك التحركات. نعم. التي أفضت إلى ابتلاع الدولة اليمنية، وكان أبرز العناوين في تلك المرحلة هي الثورات المضادة التي تلقت تشجيع وتحفيز ضد ما عرف بالربيع العربي، وفي كل بلد أخذ طابع مختلف، بينما كان الطابع الذي يسير عليه النموذج الثورة المضادة في اليمن هو تشجيع ميليشيات الحوثيين لابتلاع الثورة والدولة والجمهورية، بينما كان الكثيرون لا يدركون ذلك، وكانوا يوجهون هذه التحركات وكأنها فقط ضد طرف معين، وهذا ما صورته ميليشيات الحوثي وما رافقها من إعلام ومن تحركات لنشطاء مجتمع مدني، ولحظة أيضا رغبة النظام السابق في الانتقام من ثورة 2011
والأطراف التي شاركت فيها، وبالتالي تهيئت الفرص، بالإضافة أيضا إلى الأجواء الدولية أيضا التي كانت ترى في هذه الجماعة أنها تشكل فرصة للقضاء على قوى لا ترغب فيها داخل اليمن وأيضا موجودة في مفاصل الدولة اليمنية. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ علي الصراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي من القاهرة. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور. إذن في الذكرى الرابعة للانقلاب أستاذ علي، هل من تقييم سياسي لما حدث؟ طبعا بعد هذه الأربع سنوات العقاب نستطيع القول بأن اليمن قد تعرضت إلى دمار شامل. لم يتوقف هذا الدمار عند المنشآت والمباني السكنية، ولكن امتد إلى تدمير القيم الاجتماعية وقيم السلم الأهلي والقيم الأخلاقية. وأذكر بأنه في هذا اليوم، يوم احتفالهم بعيدهم الكارثي، قاموا باقتحام منزل الدكتور ياسين سعيد العمان رئيس مجلس النواب السابق والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، وهذا يدل على أن القيم الأخلاقية قد تفلتت ووصلت إلى الحضيض، وهذا هو مظهر من مظاهر المظاهر التي أوصل الانقلاب البلاد إليها. نعم، إذن يعني إلى اللحظة أستاذ علي لم تقم النخب والكيانات السياسية بمراجعات جذرية لما حدث، وما زلنا في ظل مناكفات سياسية منذ الانقلاب، ما السبب في ذلك برأيك؟ للأسف الشديد، رغم أن المعركة فعلا تستحق أن يكون هناك موقف جاد وتبذل يعني من أجل إحراز انتصار حقيقي على هذه الجماعة الانقلابية، يحتاج الأمر إلى فعلا يعني ليس مراجعات فقط، ولكن يحتاج إلى تقديم تنازلات وإعادة نظر في كثير من الأمور. أقول بأن على القوى السياسية والقوى وبالذات النافذين الذين لهم صلة بالقرار بشكل أو بآخر أن يراجعوا مواقفهم وتصرفاتهم، وأن يتأكدوا بأن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يقود بأي حال من الأحوال إلى إحراز أي نصر. لابد من حشد القوى بشكل حقيقي، ولابد من أن يأخذ الجميع مواقعهم في إطار هذه المعركة من أجل إسقاط الانقلاب، لأن هذا الانقلاب ليس فقط هو استئثار سياسي، ولكنه تدمير للدولة وتدمير للوطن وتدمير لكافة القيم التي بنيت عليها اليمن. نعم، إذن هل تعتقد أن النخب السياسية أو القوى السياسية آنذاك قد عملت كل ما يمكن عمله لمقاومة إسقاط الدولة ليلة اجتياح صنعاء؟ لا أظن بأنها فعلت كل ما تستطيع أن تفعل. للأسف الشديد أن ما يدور داخل معسكر الشرعية هو يعني نوع من الإقصاء ونوع من الاستبعاد لأطراف معينة، ومحاولة احتكار تمثيل البلد في هذه المرحلة. وللأسف الشديد أن الفساد تفشى بصورة مخيفة، وصارت هذه الحرب مصدر للإثراء غير المشروع، وليس فقط أن الشرفاء لم يجدوا مكانهم في هذه المعركة، ولكن للأسف الشديد أن الفاسدين يتسيدوا الموقف ويحول المعركة من معركة وطنية من أجل استعادة الدولة إلى معركة من أجل الإثراء غير المشروع. نعم، إذن في الذكرى الرابعة أستاذ علي ما زالت الحرب هي الحاضر الأبرز لما يحدث، هل يعني من أفق لأي حل سياسي مع ميليشيا انقلبت على الدولة وما زالت مصرة على ذلك الانقلاب؟ الحل السياسي لن يتحقق إلا إذا بدأت القبضة العسكرية للجماعة الانقلابية بترتخي وبدأت تضعف،
وعندما يشعروا بأن القوة التي راهنوا عليها لم تعد قادرة على أن تحقق لهم أي أهداف أو مكاسب. ولهذا أقول بأن خوض معركة الساحل الغربي وإخراج ميناء الحديدة ومدينة الحديدة من أيدي الإنقلابيين سيمثل ضربة مهمة تجعلهم يبدأوا التفكير بصورة جدية في المصير الذي يمكن أن يؤولوا إليه. ولهذا نعتقد بأنه الحل السياسي هو الحل المطلوب، وعلينا أن نسعى من أجل الحل السياسي، لكن هذه القوى لن ترضى بالحل السياسي ما لم تشل يدها وقبضتها العسكرية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك علي السراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ علي، هل تود التعليق على ما طرحه الأستاذ علي السراري؟ طرح كلام مهم وتحدث عن موضوع التقييم. عندما سألتيه عن موضوع التقييم لما حدث في 2011 ومراجعة، أعتقد أنه يعني هذا من أهم النقاط التي يمكن أن تساعدنا على الخروج من هذه المعمعة وعلى استعادة الدولة اليمنية والحفاظ على النظام الجمهوري وترميم ما تم تمزيقه خلال سنوات الحرب. وبالتالي هذه المراجعة لن تتم إلا بعد تقييم شامل ومنصف لما حدث، وليراجع كل طرف أين كان يقف من هذه الأحداث، ويعني ما يعني إذا إلى ما استند في موقفه هذا، وما الذي ينبغي عليه الآن العمل لتصحيح. أما أن يستمر الحال إلى النظر إلى أن كل طرف ينظر إلى أنه المخطئ كان الطرف الآخر وإلى اتهامات متبادلة، أعتقد أننا سنستمر في الدوامة، وأننا يعني لن نتمكن من الانتصار، تحقيق انتصار ناجز في مواجهة هذه الميليشيات والوصول بالبلد إلى بر الأمان وإلى تحقيق سلام شامل ودائم ينعم به اليمنيون ويحول دون تكرار ما حدث. نعم، إذن يعني ونحن نتحدث يعني بعض الصور ظهرت وهي تذكر بالجرعة، وهي المدخل التي كان للحوثيين ربما يعني أو الشماعة التي علق عليها الحوثيين سبب دخولهم لصنعاء. برأيك يعني إذا قمنا بتفكيك بسيط لخطاب الانقلاب، هل كانت الجرعة هي الطعم الذي ابتلعته الجماهير، أم أنها لم تكن يعني بالسبب الكافي لكل ما حدث؟ كانت الجرعة التي رفعوها وهم على مشارف صنعاء للعلم، لأنه ظلوا يتقدمون حتى تجاوزوا عمران ووصلوا إلى مشارف العاصمة صنعاء ونصبوا هناك معسكراتهم التي سموها بالمظاهرات، وهي معسكرات مسلحة حشدوا فيها المسلحين من أنصارهم على مداخل العاصمة صنعاء، واستفادوا من هذه الجزئية، لكنها لم تكن سوى نتيجة لتعبئة وحشد سابق استمر لسنوات ضد الحكومة وضد سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، استعملت فيها عناوين عدة وحشدوا لها الإعلام وحشدوا لها وسائل شتى ومختلفة، تابعناها وعشناها بتفاصيلها اليومية، وكانوا كل يوم يرفعون عنوانا مختلفا، وظهر يعني أعداء الجمهورية بثياب مكافحي الفساد. وللأسف الشديد أيضا كان ضعف السلطة الشرعية التي جاءت بعد ثورة 2011 التي جاءت بموجب المبادرة الخليجية، كان هذا الضعف يعني سبيل لتمكين تلك الجهود من تحقيق نتائج وآثار جنى اليمنيون دمارها إلى اليوم، لأنها للأسف لم تكن تلك الحكومة ولم تكن تلك السلطة التي أمسكت بزمام الأمور في تلك اللحظة المفصلية والمهمة من تاريخ اليمن بقدر أو بحجم المسؤولية التي كان يفترض عليها أن تقوم بها. كانت للأسف الشديد حكومة ضعيفة، واستغرقت أيضا في المناكفات وفي الصراع فيما بينها البين، بينما كان الطرف الآخر بمساعدة الرئيس صالح وحزبه الذي كان يملك نصف الحكومة غذوا تلك الخطابات، وشاهدنا محاولة يعني تغذية الجماهير بنزعة عدائية تجاه هذه الحكومة وكأنها سبب مآسيهم، على الرغم أنه لم يكن يمضي عليها سوى يعني أكثر من عامين، إلا أن الجرعة كانت عنوان واستفادوا منها بالتأكيد، واستعملوها لافتة وشماعة وظهروا كأنهم أنصار هذه الجماهير ومدافعين عن حقها في العيش والحياة الكريمة. لكن يعني نظل نقول ونؤكد بأنه سواء بالجرعة أو بغير الجرعة كانوا سيجدون عنوانا ولافتة أخرى يرفعوها للمضي في مشروعهم، لأنهم كانوا
كانت الصورة واضحة أمامهم وكانوا يدركون ماذا يريدون، وهم يجنون قطاف عقود من عمل المشروع الإمامي الكهنوتي داخل اليمن، لأنه ظل مستمر في تغذية ذلك الخطاب وظل يقتطع جزءا من اليمن مغلقا. ربما نعم العناوين يعني التي يرفعها الحوثي امام الشعب ليست بالقليله. هو بعد الجرعه رفع شعار العدوان ونحن في حصار وفي حرب، ولكن ايضا كل تلك الاقنعه انكشفت سريعا، يعني ربما منذ العام الاول وهم يحتفلون بعيد الغدير والولايه ومناسباتهم المختلفه ويفرضونها على الناس ايضا، يعني ليس فقط احتفال بشكل شخصي او بشكل جماعات، وإنما تزين الشوارع من أموال الناس، يعني تفرض على المحلات التجارية إلزامية التزيين والمشاركة في هذه الاحتفالات. برأيك يعني هذه السرعة في كشف القناع، يعني ما تبريره؟ هم يعني جاءوا بمشروع مسلح ولديهم فكرة من اليوم الأول، حتى في العقود الماضية، ربما نقول ليس في السنوات فقط، كانوا يحتفلون بعيد الغدير وكانوا يرفعون أو شعار الولاية، ويعني كانت حاضرة في خطاباتهم وفي محاضراتهم وفي المحاضن الفكرية التي كانوا يعبئون بها جيل من الشباب في محافظة صعدة وأجزاء من الجوف وحجة، إنما ظهرت إلى العلن وبرزت بشكل واضح وسافر بعد أن أصبحوا يملكون السيطرة على أجزاء واسعة من البلد، وأصبح السلاح والقوة بأيديهم، ووجدوا أن الحديث عن الجرعة أصبح كذبة كبيرة، وجرعوا الشعب اليمني بعد أن سيطروا على الحكم جرعات كثيرة، ويعني أوصلوه إلى مستوى لم يصل إليه منذ عشرات السنين. وصل اليمن إلى حدود المجاعة، والأرقام الواردة في التقارير الدولية والصور التي تصلنا من كل مكان تشهد وتؤكد على ذلك. وبالتأكيد انكشافهم وفقدانهم لهذه العناوين الكاذبة والزائفة التي كانوا يرفعونها أفقدتهم كثير من الزخم الذي كانوا حصلوا عليه في السنة الأولى، وحاولوا يقدمون أنفسهم للجماهير على أنهم جماعة منقذة حتى في معاقلهم الرئيسية، لكن للأسف الشديد حتى الجمهور المتبرم والمتضرر منهم اليوم لا يستطيع أن يقول، لا يستطيع أن يرفض، لا يستطيع أن يرفع صوته. بالتالي هم مستمرون في الحشد، مستمرون بقوة، بقبضة السلاح وبسطوة السلاح وبسطوة المؤسسات الدولة التي يسيطرون عليها، سيستمرون ما لم تنزع هذه المخالب التي أدموا ولا يزالون يدمون بها جسد اليمن ويمزقون بها نسيجها الاجتماعي. نعم، إذن برأيك أستاذ علي، هل كانت العوامل الداخلية وحدها كفيلة بإسقاط الدولة، أم أن العوامل الخارجية أيضا كانت قوية ومساندة لها؟ هي تضافرت كل العوامل، العوامل المحلية التي هي بداية الذاتية في منظومة الحكم ما بعد 2011، وعوامل محلية التي تشكلت فيما يتعلق بمشروع الإماميين ومساندتهم من قبل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالإضافة إلى العوامل الإقليمية والدولية التي هيئت لهم الأجواء وساندتهم ومكنتهم من الوصول إلى العاصمة صنعاء بكلفة لم يكن يتخيلها أحد أن تتم بتلك السهولة وبتلك السلاسة، لأنه كان هناك من يريد إسقاط الربيع العربي، وكان هناك مجتمع دولي يرى في هذه الجماعة أنها يعني ستكون قادرة على تغيير خارطة القوى اليمنية، وأنها ستكون أيضا مساهمة في مكافحة ما يسمونه بالإرهاب، ويعتقدون أنها أيضا لديها قوة قادرة على مكافحة الإرهاب. بالتالي كل هذه العوامل تضافرت ومكنتهم من الوصول للعاصمة صنعاء، ولازلنا نتذكر كيف بعاصمة تمضي نحوها الميليشيات بحشود عسكرية، بينما السفارات العالم كله لم تغلق سفارة واحدة ولم توقف عملها في صنعاء. ذلك يعني أن هناك تنسيق وترتيب مسبق بين هذه السفارات وبين جماعة الحوثيين أنها مساندة لهم، وكانت تبعث أيضا بتطمينات حتى لبعض القوى السياسية، وكانت تخذل كثير من النخبة اليمنية أن هذه القوى لن تمس الدولة اليمنية، وأنها ماضية في مهمة محدودة ستنجز مهمتها ثم تعود، وتتم بعد ذلك تسوية سياسية يتم بموجبها تغيير خارطة القوى الموجودة على الساحة. نعم، إذن أستاذ علي دعنا نذهب يعني أنت والسادة المشاهدين لمتابعة آراء بعض الشخصيات الاجتماعية والسياسية في ذكرى الانقلاب.
دبة البترول ب 10,000 و15,000، إذا زادت 10 أضعاف ما كان يطالب الحوثيين في عهد الحوثيين وسيطرتهم على تلك المناطق. إذا الموضوع مش موضوع جرعة ولا موضوع تحسين أوضاع ناس، موضوع ولاية منذ اليوم الأول، وما يحدث الآن وحياة البؤس الذي يعيشها المواطن اليمني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين هي أكبر دليل على أن الحوثيين لم يكن شعارهم الجرعة ولم يكن شعارهم تحسين حياة الناس، بل الولاية منذ اليوم الأول كحق إلهي للحوثيين. لا شك، عندي يقين 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 كما أرى اليوم الشمس قدامي، أرى بالفعل بأنه الانقلاب زائل عن اليمن، وهذه الفئة إن لم تعود إلى رشدها ستكتث نهائيا من أرض اليمن. هذه المعضلة الكبرى التي بالفعل على كل الشعب اليمني قيادة وحكومة وشعبا أن يتوجهوا في قضية استعادة الدولة أولا، ثم استعادة الوضع الطبيعي وتطبيع الحياة في داخل الجمهورية. ولن يستطيع أحد يحل إشكالات اليمن إلا أهل اليمن بنفسهم. إذا كانت هناك مساعدات من أطراف من خارجية وهكذا، فلا بد أن يكون يعني من خلال الشرعية، من خلال أبناء اليمن، من خلال المؤسسات التي يعني كانت التي موجودة في اليمن، سواء الشرعية ومجالس النواب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ علي. أستاذ علي، لو عدنا قليلا للوراء، يعني لماذا الكيانات السياسية والاجتماعية يعني ظلت متفرجة على سقوط صنعاء؟ يعني كنا الجميع ربما ينتظر، كل شخص ينتظر الآخر، لم يعني كل شخص أقفل على نفسه بابه وانتظر فقط ما الذي يحدث؟ هل كان هذا هو أقصى ما يمكن تقديمه؟ لا أعتقد ذلك. كان يعني لو أدرك اليمنيون الخطر في تلك اللحظة كما يدركونه اليوم لكان الوضع مختلف. كان بإمكانهم يعني سواء تحدثنا عن الدولة بمؤسساتها أو النخبة اليمنية أو الأحزاب السياسية التي كانت مشاركة في 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 الحكم في تلك اللحظة، كان بإمكانها تقديم أداء مختلف وحماية اليمن مما حدث. لكن للأسف الشديد لم يكونوا يدركون ما يحدث بصورته الحقيقية، اتجهوا نحو يعني خطاب سلبي، خطاب متشفي. كل طرف كان يعتقد أن هذه الجماعة وهذه الميليشيات كانت ستضر بالطرف الآخر فقط، أنها ستستهدف الطرف الفلاني، لسنا مقصودين بهذا. حتى أنهم للأسف الشديد وظفوا جزء واسع من هذه النخبة اليمنية التي تواجههم اليوم بعد أن أدركت الخطر، وظفوها لصالح مشروعهم، وكانوا يستعملون خطابا لينا تجاه هذه الجماعة، كانوا يخذلون الشعب، كانوا يقدمونها على أنها المسيح المخلص، بعضهم يسميها بالقوى الصاعدة ويعتقدون أنها تمكنت من تحقيق يعني ما لم تحققه القوى السياسية منذ سنوات، أنها جاءت بمشروع، بينما كان ذلك كله عمى في الرؤية ويعني نتيجة لتمزق وشتات عاشته القوى السياسية اليمنية، وظهرت في لحظة الضعف والتمزق تلك أحقاد قديمة انعكست على أداء القوى والتشكيلات والنخب وعادوا. نعم، يعني عند حديثك عن النخب دعنا نشرك معنا في هذا الحديث الدكتور محمد جميح المحلل السياسي من لندن. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا بك دكتور. يعني في الذكرى الرابعة للانقلاب، لو تحدثنا قليلا عن النخب التي انبرت مدافعة لهذا الانقلاب ومهدت له، وكما تفضل ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ علي الفقيه وأسمتها بالقوى الصاعدة. ما هو السؤال؟ نعم، يعني حدثنا عن دوافع هذه النخب التي يعني انبرت للدفاع عن او يعني مهدت للانقلاب. طبعا في البدء احييك واحيي المشاهدين وضيفك الكريم الاستاذ علي. كانت ليله سوداء في حقيقه الامر. انا كنت هنا في لندن عندما وصلت الاخبار، كانت يعني ليله سوداء في على المستوى الشخصي، على المستوى الوطني، على المستوى العربي. نعم. تسقط العاصمة الرابعة كما صرح محمد رضا عضو مجلس البرلمان الإيراني في طهران في يد إيران، كانت كارثة بكل المقاييس، لم تكن تقل عن سقوط أي عاصمة عربية في أيدي الأعداء الذين يعتبر الحوثيون وكلاءهم في حقيقة الأمر في اليمن. النخب التي صفقت للأسف الشديد لدى دخول الحوثيين إلى صنعاء كانت تصفق لهذه القوة الصاعدة على أساس أنها قوة صاعدة ستنتقم من خصومها السياسيين والأيديولوجيين والطائفيين إنجاز التعبير.
لم تدي هذه النخب التي صفقت لهذه الجماعة الميليشاوية أنها جماعة منفلتة الإقال، يعني لا تؤمن بضوابط، ولذلك في الأخير رجعت عليها ولم تترك أحدا صفق لها إلا وقلمت أظافرها إنجاز التعبير. كنا في 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 تلك الليلة يعني في مشهد مأساوي دراماتيكي تراجيدي إنجاز التعبير. هناك من يصفق لسقوط العاصمة في داخل العاصمة، هناك أحزاب سياسية، هناك من علل، هناك من برر، وهناك من دعم إعلاميا وماديا، وهناك من شارك بالكلام وبغيره في 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 سباحة العاصمة من أجل أحقاد تافهة، من أجل مشاريع صغيرة، من أجل انتقام. يعني دعينا نتكلم بكل صراحة، هم قالوا بأن الإصلاح أدخل الحوثيين في 2011 وهم دخلوا وكانوا ضمن الثورة الشبابية السلمية في حينها، ثم أريد لهذه المواقف أن ينتقم منها فأدخل الحوثيين مسلحين العاصمة. لكن بغض النظر عما حصل، ما كان ينبغي لكائن من كان أن يسمح بما حصل، لأنه في الأخير أتى الحوثيون على الرؤوس جميعا. مشكلتنا في اليمن أننا نقدم مكائدنا السياسية على مصلحة الوطن، ولا ندري في الأخير أننا عندما نضيع مصلحة الوطن نضيع مصالحنا الحزبية ونضيع مصالحنا حتى الشخصية. لأن هذه الجماعة أصلا هي انقلاب، ليست على الإصلاح أو على الإخوان المسلمين أو على تيار ديني معين، لكنها انقلاب على الوطن، انقلاب على التاريخ، انقلاب على الجغرافيا، انقلاب على الثقافة. هي اليوم تقول بأن الإسلام الذي عرفه اليمنيون بعد عام 1962 هذا الإسلام جديد، إسلام وهابي، إسلام داعشي، إسلام تكفيري، وهم الآن يعلمون اليمنيين حسب إعلامهم الإسلام الجديد الذي نسيه اليمنيون حسب تصورات هذه الجماعة. إذن أخطأ التقدير من وقف مع هذه الجماعة وعض أصابع الندم. نعم، هل هذا الخطأ دكتور، يعني هل هذا الخطأ مقبول من شخصيات تعد هي النخبة كما نسميها، لم تقرأ يعني خلفية هذه الجماعة الفكرية، لم تعلم يعني بأفكارها التي قد زرعتها في السابق في جماعتها وفي أبنائها والمنطوين تحتها؟ هل يعقل يعني أن يكونوا بهذه السطحية ويرون المشهد فقط انتقام من أطراف أخرى؟ عندما نتفق أولا على أن هذه النخبة يمكن أن نقول أنها أخطأت، لكن لا يمكن الاتفاق على أن الذين صفقوا لليلة سقوط صنعاء في يد ميليشيات إيران في المنطقة، لا يمكن أن نقول أنهم نخبة. أصلا لو كان في البلد نخبة لما خرج الشباب في 2011 وهم ليسوا من النخبة، لما انطلقوا في الشوارع يهتفون بهتافاتهم المعروفة. لو أن هنالك نخبة سياسية استطاعت أن تدير آلية الصراع السياسي وأن تدير حتى الشارع وتدير الجماهير إلى 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 طريق إلى بر الأمان لما خرج الناس أصلا. لكن هذه النخبة يتراءى في حقيقة الأمر أنها نخبة، لكنها في حقيقة الأمر نخبة فاسدة. أنا أتكلم عن نخبة ككيان بشكل عام، لكن هناك الكلام لا ينطبق على بعض الأفراد، لكن بشكل عام كانت النخبة فاسدة، فاسدة سياسيا، فاسدة فكريا، كانت فاسدة ماليا، يعني تلوثت بالمال واشتراها النظام السابق، وكان لها مطامع حزبية وأحقاد أيضا على بعض النخب الأخرى. وكان لديها أيضا بعض هذه النخب كانت ترى بأن الحوثيين فيما لو سيطروا على العاصمة فإنهم هم هذه النخبة، سيكونون هم الممثلين السياسيين للحوثيين، على اعتبار أن الحوثيين مجموعة من القبائل، مجموعة من الميليشاويات لا تعرف السياسة ولا تدري كيف تتخاطب مع العالم الخارجي. فتأولت أو ظنت هذه النخب بأن أنه من صالحها أن تسيطر هذه الميليشيات على صنعاء، لأنها ستشكل الغطاء السياسي والميليشيا ستحتاج إليها من أجل التخاطب مع العالم الخارجي لإعطائها اللون الدبلوماسي والسياسي والنخبة المميزة أو التي يمكن أن تكون مقبولة للعالم. هذا تفكير هذه النخب عندما وقفت مع هذه الجماعة المنفلتة العقال، وإلا في حقيقة الأمر لا يمكن أبدا لعاقل، لا يمكن لعاقل أن يقمع هذه الجماعة. كنا منذ 2004 عندما تأسست هذه الجماعة ونحن نعرف أنها جماعة طائفية وأنها جماعة تستند إلى إطار فكري وأيديولوجي، هذا الإطار هو مناقض لثوابت المجتمع اليمني، ليس مناقضا لثوابت السياسة اليمنية وما تعارفت عليه الأحزاب السياسية، ولكن مناقض لأسس الاجتماعية تعارف عليها اليمنيون. وبالتالي أي حزب سياسي، أي مكون سياسي، أي جماعة سياسية أو حتى دينية تتفق مع هذه الجماعة هي تخالف أسس المجتمع، لأن المسألة ليست مسألة سياسة، هذه جماعة دينية أصلا، ليست جماعة سياسية. وبالتالي محاكمة هذه الجماعة أو النظر إلى هذه الجماعة على أساس أنها جماعة سياسية هذا من قبيل
الأخطاء التي نقع عليها حتى فيها، وحتى اليوم نحن نطالب هذه الجماعة بأن تذهب إلى مائدة مفاوضات. المفاوضات مجال السياسة، لكن هذه جماعة دينية، الجماعة التي تقول أن الله أمرها بتولي عبد الملك الحوثي، لا يمكن أن نخوض معها في حوار سياسي. هنا نقطة على السطر، الله هو الذي قال، كيف يمكن نتفاوض مع الله؟ كيف يمكن نتفاوض مع من يوكله الله علينا؟ إذن هذه الجماعة في تصوري لا يصلح معها السياسة، ولا يمكن أبدا نحن نخدع أنفسنا. وفي حقيقة الأمر علينا أن نعترف، وأنا عضو في الحوار الوطني، أننا أخطأنا خطأ كبيرا عندما قبلنا بهذه الجماعة تدخل في الحوار الوطني مسلحة. كان هناك أصوات كثيرة تقول بأن عن حوثيين إذا أرادوا أن يشاركوا في الحوار الوطني، نعم مثلهم مثل نعم مثلهم مثل الجماعة يعني التي أرادت أن تدخل وهي كانت مسلحة وتم رفضها، القاعدة وما شابهها. هذا صحيح، هذا صحيح. هؤلاء بالفعل وفي تولبي الكاتب البريطاني قبل أسابيع كتب بهذه النقطة بالذات التي أشرت إليها، أنه لا يوجد فرق في الاندبندنت، لا يوجد فرق بين القاعدة وبين الحوثيين، لأنهم ينطلقون من منطلقات أيديولوجية دينية، ولأنهم ينطلقون من منطلقات الأحقية في حكم الناس، ولأن أدواتهم أو أدواتهم أيضا هي أدوات عنف. اللهم أن القاعدة كما قال مشكلتها أمام الغرب أنها تستهدف الغرب، أو هكذا ترفع شعارات استهداف الغرب، فيما الحوثيون يستهدفون اليمنيين ويستهدفون حتى شعاراتهم تستهدف الغرب. نعم دكتور، إذن لو تحدثنا عن القوى السياسية آنذاك، ما هو العبء أو الجانب الذي تتحمله على وجه التحديد؟ طبعا هي تحملت الوزر، وزر سقوط صنعاء. أنا أقول بكل صراحة أن الحوثيين ليسوا بهذه القوة، ونحن نعرف ذلك. الحوثيون وصلوا إلى ساحل عدن بفعل مماحكات سياسية بين المكونات السياسية في اليمن. الحوثيون وصلوا إلى ساحل عدن بفعل الخلافات القبلية، بفعل الخلافات التي كانت بين لنقل رئيس الجمهورية والمسؤولين الآخرين، بين وزير الدفاع على سبيل المثال وبين نائب الرئيس الحالي. تصوري أن وزير الدفاع السابق وهو وزير دفاع الجمهورية اليمنية وهو القائد العام للقوات المسلحة، هناك لواء من ألوية النخبة في الجيش اليمني، هو اللواء 310 في عمران، قائده اللواء حميد البشيري، يعني هذا اللواء يحاصر ويضرب، ويخرج وزير الدفاع يقول الجيش يقف على قدم مساواة، على مسافة واحدة، يعني نحن محايدون. ما هذه اللغة؟ هذه اللغة لم توجد في التاريخ إلا في اليمن، أن وزير الدفاع في وقت يحاصر جنرال من جنرالاته بلواء كامل بكامل معداته، وهو يقول نحن هذه حرب بين الإخوان المسلمين وبين الحوثيين، الدولة ليس لها دخل. ما هذا الكلام؟ هذا غير منطقي، لكن للأسف الشديد حصل هذا. واليوم يعني لو قارنا يعني بعد 40 سنة 50 سنة، من سيذكر محمد ناصر أحمد؟ لن يذكره أحد، نكرة من النكرات في تاريخ اليمن، نكرة. بينما لن ينسى اليمنيون أبدا حميد الكشابي رحمه الله، لن ينسى اليمنيون الشدادي رحمه الله، كل هؤلاء المرتزقة الذين يرتزقون على حساب الجيش الوطني وعلى حساب معاناة الناس، هؤلاء سيذهبون. هم يظنون أنهم أذكياء بجني الأموال، يظنون أنهم أذكياء بشراء العمارات والعقارات في اسطنبول وفي القاهرة وفي باريس، يظنون ذلك. لكن من يذكر الذين تآمروا والذين ارتزقوا على ثورة 26 سبتمبر؟ لا يذكر أحد أولئك المشايخ الذين مدوا أيديهم وكانوا يأكلون من الطرفين، لم يذكرهم أحد. يذكر الناس اليوم محمد محمود الزبيري، يذكرون أحمد النعمان، يذكرون الشهيد القردعي، يذكرون العلفي الهندوان، هؤلاء هم رموز التاريخ. لكن هؤلاء الذين تركوا حميد الكشيبي لمصيره لن يذكرهم التاريخ، ولن يذكرهم أحد، لن يذكر محمد ناصر أحمد ولا غير محمد ناصر أحمد، إنما سيذكر التاريخ أولئك الأبطال الذين دافعوا عن صنعاء. حتى وإن ظن هؤلاء المغفلون بأن هؤلاء الشهداء كانوا مغفلين، ذهبوا بأرواحهم وقتلوا غباء منهم، ليسوا أغبياء. هم كما قال حميد الكشيبي، أنا أستحي أن أتنازل، أنا لن أتنازل وسأدافع عن شرفي العسكري. هذه كلمة خالدة لا يقولها إلا رجل من رجالات التاريخ. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. نعود إليك أستاذ علي. أستاذ علي، يعني ونحن نتحدث عن القوى السياسية، يعني هناك من يتساءل لما يعني صنعاء تسقط أمام الجميع والقوى السياسية ذهبت لتوقيع السلم والشراكة آنذاك، يعني تحت أي مبرر يمكن أن نحسب ذلك؟
منذ عمران ومنذ ما قبل عمران، ونحن نتابع خطاب القوى السياسية وقادة في الأحزاب وإعلاميين محسوبين على الأحزاب ونخب، وهم يصنفون هذا الصراع أنه صراع بين الحوثيين والإصلاح. لنكون واضحين ونضع العناوين العريضة حتى إذا كان هناك من لديه استعداد للمراجعة وتقييم الأداء لتكون العناوين واضحة. بالتالي هم كانت لديهم الفكرة أن هذه الجماعة جاءت فقط ضد الإصلاح وأنها يمكن أن تكون حليفة لهم في المرحلة المقبلة بعد القضاء على الإصلاح. بعد أن وصلت إلى العاصمة صنعاء ووجدت أنها يعني تمكنت من الانقضاض على فريستها، لم تلتفت للوعود التي قدمتها لكثير من الأطراف السياسية أنها ستقيم معهم شراكة وأنها ستشكل معهم حكومات وائتلافات وتحالفات، وذهبت لإلغاء وطمس الجميع، ولم يكن اتفاق السلم والشراكة أيضا إلا حلقة من حلقات المؤامرة لاستكمال السيطرة على البلد، لأنهم وصلوا صنعاء لكنهم حينها لم يصلوا إلى مارب ولم يصلوا إلى عدن ولم يصلوا إلى تعز. بالتالي كانت هذه كان التوقيع لهذا هو محاولة لشرعنة هذا الانقلاب بإشراف أممي للأسف الشديد، حيث أنه وصلت جحافل الميليشيات إلى مدينة صنعاء، بينما كان المبعوث الأممي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر موجودا في مدينة صعداء وبجوار عبد الملك الحوثي. وهذا ما سيسجله التاريخ، ونقطة لطخة سوداء في تاريخ الأمم المتحدة أنها تمالأت وتساهلت مع عصابة وميليشيات مسلحة دمرت الدولة اليمنية. وبالتالي لأن الأحزاب ترسخت لديها قناعة بأن هذه الحرب كانت موجهة تجاه حزب وتجاه ما كانت تعتقد أنه الأذرع العسكرية والأذرع الدينية لهذا الحزب، أن هذه الجماعة ستأتي للقضاء عليهم ثم ستنسحب خارج العاصمة صنعاء، وبعد ذلك ستقيم شراكة وستتحول إلى حزب سياسي يقيم شراكة وتحالفات مع الجميع. هذه الصورة الوردية أوقعت الجميع في الفخ وحولت الجميع اليوم إلى مشردين ونكلت بالجميع، ولم يسلم من أذاها أبسط ريفي في أطراف اليمن، وكذلك لم يسلم من أذاها رئيس الجمهورية الذي كان موقفه غامضا وسلبيا حينها، وهو أيضا يتحمل جزء كبير من مسؤولية الدفاع عن الدولة آنذاك، لأنه يعني اتخذ موقفا غامضا وممالئا وسلبيا، وهذا أيضا مما سيسجل وسيدون، والتاريخ لن يعفي أحد من مسؤوليته. نعم، إذن يعني ربما أنت تحدث عن المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولكن أيضا رعاة المبادرة الخليجية، يعني هي العلامة، علامة الاستفهام الأكبر، يعني لما انتظروا حتى حدث ما حدث ويعني وصلوا إلى هذه الكلفة من الخسارات المادية والإنسانية والاقتصادية دون وعي؟ يعني هل هو دون وعي أم يعني أنه أخطأ ولم يستطيعوا تلافي الخطأ إلا بعد هذه الكوارث؟ هو عندما تقول دون وعي هو من باب إحسان الظن بهم، لكن للأسف الشديد كان الرعاة المبادرة الخليجية وعبر نفوذهم، لكنهم تورطوا أكثر، هذا ما أعني، يعني هل كانوا عدم واعيين لما سيحدث فيما بعد؟ هم كانوا بالتواصل مع الأطراف الدولية ومع القوى العظمى ومع الأمم المتحدة اقتنعوا بفكرة أن الحوثي سيصل إلى العاصمة صنعاء أيضا ليقضي على من كانوا يعتقدون أنهم خصومهم ومن ساندوا ثورة الربيع العربي في اليمن في 2011، وبعد أن يصلوا إلى صنعاء سيكون السيناريو مختلف وسنستطيع السيطرة على أطراف اللعبة. بعد أن وصل الحوثيون أو تجاوزوا العاصمة صنعاء، هنا كانوا قد خرجوا عن الخط، خرجوا عما كان مرسوما وما اتفق عليه بين أطراف دولية، وكانت الأطراف الإقليمية هذه تدرك هذا الاتفاق حتى وصول العاصمة صنعاء. وصول الحوثيين إلى شواطئ عدن وإلى يعني سواحل بحر العرب في هذه اللحظة أدرك الإقليم وأدرك رعاة المبادرة الخليجية أن الحوثيين خرجوا عن الخط وأنهم باتوا يشكلون خطرا على الجميع، وأن إيران كانت تمسك باللعبة أكثر مما كانوا يمسكون بها. في هذه اللحظة حاولوا يعملون شيء لتدارك هذا الخطر، جاءت عاصفة الحزم متأخرة جدا، بينما لو كان هناك موقف سابق لهذا التاريخ منذ أن كان الحوثيون يشكلون خطرا على صنعاء وكانوا لم يصلوا عمران بعد، كان بالإمكان تلافي هذا الخطر، وكان بالإمكان إسناد الدولة اليمنية للقيام بدورها للحفاظ على النظام الجمهوري وللحفاظ على الدولة وصد هذه الميليشيات.
ولم يكن للجيش اليمني ولا لوزير دفاعه أن يعلن أنه يقف على الحياد من الصراع الحاصل، وكأنه يعني مبعوث سلام أو كأنه مراقب محايد. هذا يعني شيء عندما نتذكره نشعر بالخزي. لن ينسى في ذاكرة الأجيال أبدا هذا الحديث. شكرا جزيلا لك دكتور أستاذ علي الفقي، نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.